إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون إن من الظواهر الطيبة التي ينبغي تشجيعها ظاهرة إقبال الشباب على الزواج قبيل الشهر الكريم شهر رمضان المبارك بلغنا الله إياه. أيها المسلمون إن مجتمعنا يعيش أزمة الأزوبة ولا سيما في أوساط النساء وخصوصا الفتيات. هذه الأزمة التي نتجت عن عدد من الأوامر من أهمها العامل الاقتصادي الذي يجعل الزواج مسألة صعبة سواء من حيث إحداثه أو من حيث الالتزام بتكاليفه من النفقة وتوابيها. والعلاج توجيه الشباب إلى الأمل وتربية الناشئة على حب وإدراك قيمته وعدم احتكار بعض الحرف والتزام الأمانة في المعاملات. ومنها التقاليد المكلفة ومنها ضعف الدين وسهولة قضاء الشهوة الجنسية بطرق محرمة. ومنها تعجيل الزواج إلى ما بعد الثراء والغنى، مع أن الغنى فضل الله يؤتيه من يشاء والأغنياء دائما يشكلون أقلية. ومنها التركيز على التجارب الفاشلة وغض الطرف عن ضدها. هذا وينبغي للشباب المقبل على الزواج أن يحرص على الالتزام بالشرع قبل النكاح وأثناء وبعده. فقبل النكاح عليه أن يستخير استخارة شرعية وأن يبحث عن امرأة متدينة ذات خلق، ولا يعني ذلك أن يهمل ما عدا هاتين الصفتين كالجمال والنسب، وإنما التركيز على الدين. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم فعليك بذات الدين. وينبغي أن يبتعد عن الخطبة على الخطبة، فلا يخطب فتاة يعرف أنها مخطوبة وأن الاتفاق قد تم أو كاد أن يتم. وفي الحديث الصحيح ولا تخطب على خطبة أخيك. وكذلك ينبغي أن يعامل خطيبته معاملة الزوجة، فيخلو بها متى شاء ويعطيها جهازا ليتصل بها متى أراد ويكلمها بكل شيء ويواعدها كما يحلو له. هذا كله مخالف للشرع، فهي لا تكون زوجته إلا بعد العقد، وهذه المعاملة لا تصح إلا للزوجة. كما لا ينبغي للمتزوج أن يبالغ في نفقات الزواج، وربما أدى ذلك إلى زعزعة اقتصاده، فبعد الزواج بزمن يقع في أزمات قد تجعل حياته جهيما، وقد يتطير بالزوجة المسكينة فيطلقها بعد أن يهينها. ومنها المبالغة في استعمال آلات التغطية كالكاميرات وآلات التصوير التي تصل إلى البيوت لتصور الأسرار ليشاهدها القريبون والبعيدون. ومن المخالفات التي يجب إنكارها بشدة تشييء موكب النكاح بفتيات متبرجات عديمات يقفن على السيارات وعلى الدبابات ويصحن بأعلى أصواتهن في الطرقات، مما يرضي الشيطان ويغضب الرحمن، مما يكون سببا في زوال بركة هذا الزواج من أول أيامه. نسأل الله السلامة والعافية. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أيها الشاب المسلم، إن الزواج مهم، ولكن الأهم منه دوامه واستقراره وسعادة الزوجين به وترتب أعظم الفوائد منه من الإفة والذرية الصالحة. وهذه الأمور لن تتحقق إلا بتوفيق الله، ثم بالالتزام بمجموعة من الخصال وأهمها الصبر. فالزواج ليس أيامه كلها كالأسبوع الأول، وإنما سيتخلل أيام المعاشرة الزوجية مشاكل ليست في الحسبان. فعلى الرجل أن يصبر على الإنفاق وعلى أخلاق المرأة التي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها خلقت من ضلء أعوج، وإن هذا الإعوجاج لن يزول. وعلى الرجل أن يعيش معها وهي كذلك، كما أن على المرأة أن تصبر على أخلاق الزوج وعلى أعمال المنزل وعلى تربية الأولاد.
ثانيا على كل منهما أن ينظر إلى إيجابيات الآخر ولا يركز على السلبيات. ثالثا على كل منهما أن يدرك أن عبد الزواج محترم، فلا يجوز للمرأة أن تسأل الطلاق إلا عند وجود سبب شرعي، وإلا فقد أظم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وبين أنه ما من امرأة تسأل زوجها الطلاق من غير ما بأس إلا حرم الله عليها الجنة. كما أن على الرجل أن يدرك أن الطلاق أمانة جعلها الله في يده، فهو سلاح لا يستخدمه إلا بعد نفاد كل الوسائل الأخرى. فالطلاق أبغض الحلال إلى الله، وإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. كما أن الطلاق أحب الأمور إلى الشيطان، فأعظم جنوده عنده وأحبهم إليه وأقربهم منه من ينجح في إيقاء الطلاق بين الزوجين. معشر الشباب الذين وفقوا للزواج، احمدوا الله على هذه النعمة واسألوه بركتها، واهذروا من أن ترتكبوا ما يخالف الشرع في زواجكم، واعملوا على استمرار الزوجية ونجاحها. فمن المؤسف المخجل أن يتزوج شخص قبيل رمضان ليطلق بؤيده، فيسيء سمعته ويلحق الضرر بالفتاة وبأهلها الذين أكرمه بالتزويج. أما الذين لم يتزوجوا فخير وصية لهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. هذا وقد أمرنا الله تعالى بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر هذا الدين وانصر من نصر هذا الدين، اللهم اجعل كلمتك هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، يا قوي يا متين. اللهم أصل لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه وفضله يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.